رابط بوابة خدمات الجمهور نتائج الثانوية العامة القطرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس. يراقب الكثير من الطلاب والطالبات في قطر علي نتائج ثانوية عامة، حيث يشعر جميع الطلاب في جميع محافظات قطر بالقلق والتوتر الشديد بشأن النتائج الخاصة بهم، والتي من المفترض أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أعلنت الوزارة التربية والتعليم في قطر إنه تم تصحيح جميع الأوراق وتم رصد الدرجات. لم يتبقى سوى مراجعة سريعه للتصحيح حتى يتأكدوا من صحة التصحيح، وأنه لم يتم ظلم طالب، وأن جميع الطلاب نالوا حقوقهم كاملة في الدرجات. نتيجة الثانوية العامة القطرية 2023. يريد الطلاب وولياء أمورهم معرفة متى سيتم الإعلان عن النتائج حتى يتمكنوا من معرفتها. قد اصدرت الوزارة أيضا أن الوقت المحدد ليتم الإعلان عن النتائج هو يوم الاثنين الموافق 19 يوينو في تمام الساعة 12 بتوقيت مصر وقطر أيضا، ويتم اطلاق النتائج جميعها من خلال منصة الوزارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ويمكن لجميع الطلاب معرفتها من خلال الاسم الخاص به ورقم المقعد أيضا. والجدير بالذكر أيضا أن نسبة نجاح هذا العام أفضل من السنين الماضية، وهذا يعود لي أن اللجان كانت مؤمنة ولم يستطع أحد أن يشتت زميله. واجرت الامتحانات بكامل الهدوء وكما خطط لها. رابط بوابة خدمات الجمهور نتائج الثانوية العامة قطر. لمعرفة النتيجة الخاصة بك يمكن متابعة الخطوات التالية حتى توفر لك جهد كبير، واستخراجها الكترونية برقم الجلوس الخاص بك والاسم فقط. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية من هنا، ثم قم بإنشاء حساب جديد للمنصة، ثم اختيار نتائج الثانوية العامة واختار الرحلة التعليمية، ثم كتابة رقم الجلوس والاسم الخاص بك، والضغط على أيقون عرض النتيجة، وستظهر لك النتيجة بجميع التفاصيل.